إذا المرؤوس يعني الرعية عاملوا الحاكم معاملة حسنة، صبروا على أذاه، ناصحوه، صبروا على استئثاره، هذا يحصل فيه خير لمن؟ للطرف الأول والطرفين، لهم للحاكم والمحكوم. فبعض الناس يقول مثلا الذي يعامل الحاكم معاملة شرعية هذا يسعى لإرضاء الحاكم، يسعى لشيء بيد الحاكم، وفي الحقيقة لو سعى أحد إلى مصلحة الحاكم هذا لا بأس به. أصلا الشرع كله شرع لماذا؟ لمصلحة العباد. من هم حكام المحكومين؟ الحكام المحكومين. فكون الشرع يكون لمصلحة الحاكم والمحكوم هذا هو المطلوب. المطلوب أن الناس يستقيموا أمر الله عز وجل حتى يحييهم الله عز وجل حياة طيبة، وحتى ينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فكثير من الناس يقول على هذا المبدأ يعني أنت تسير في مصلحة الحاكم. طيب وإذا صار في مصلحة الحاكم؟ هذا مطلوب شرعا أصلا، أن يعيش الحاكم، أن يعيش الحاكم في اطمئنان، وتوفر له السمع والطاعة، له النصح، له السمع والطاعة بالمعروف، يحرم الخروج عليه، تحرم غيبته، حتى يحرم إثارة الناس عليه، هذا مطلوب شرعا. فالذي يعامل الحاكم معاملة شرعية أحسن ولا أساء؟ أحسن. يعني كون نجعل عند الرعية دائما، هذا مناهج كثيرة، دائما الحاكم عدو على طول الطريق كأنه هو الشيطان الرجيم، لا تسعى لصالحه بشيء، هذا غلط. ولماذا لا يسعى بصالح ايش؟ الحاكم المحكوم. هذه حقوق شرعها الله عز وجل، لو أعنت على الظلم لا يجوز، لو سمعت كلامه بالظلم بالحرام لا يجوز، لو أطعته بما حرم الله لا يجوز، لكن لو أطعته فيما لم يحرم الله عز وجل، الطاعة بالمعروف، وسعيت إلى تأليف قلوب الناس عليه، وسعيت إلى أن يعيش مطمئنا في حكمه، هذا شيء مطلوب شرعا لا يعاب. لكن الناس ماذا يفعلون؟ يعيبون على كل من يدعو إلى الشرع، ويتهم بكل اتهامات، حتى يبقى كثير من الناس يخشى أن يقوم بالواجب الشرعي خوف حتى لا يقال عنه، فهم تعمدوا ذلك. يتهمون كل من يقول بالسمع والطاعة، يتهمون كل من يقول ناصح الحاكم سرا، يتهمون كل من يدعو إلى تأليف قلوب الناس عليه حتى ينفض الناس من حوله ويخلو له الجو، لأنه المقصد أن ينال الحكم بمكان هذا الحاكم، هذا مقصد. عند كثير من الطوائف، عند الخوارج، عند الرافضة، عند الأحزاب، عند الليبرالية، العلمانية، ما في حد يريد النصيحة للحاكم، الكل يسعى إلى مصلحته الشخصية والنفسية، إلا من يسعى لمرضاة الله عز وجل فيريد ما عند الله تبارك وتعالى، حتى لو أخذ شيء من حقه، حتى لو ضيق عليه، حتى لو استأثر الحاكم بأشياء من دونه، فإن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والصبر على أذى الحاكم. إلى متى؟ قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى، فقال عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تردوا علي الحوض. مثل الحوض، الحوض متى؟ يعني القيامة، يعني تصبر حتى يتوفاك الله. لأن بعض الناس هكذا، طيب عطني إلى متى أصبر؟ صبرنا كم سنة صارنا؟ من قال لك أن الصبر على ظلم الحاكم أو جوره أو استئثاره أنه له حد بحد؟ عطني يلا متى نصبر؟ 10 سنوات؟ تربع 10 سنوات نخرج عليه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد لنا حد ويقول إيش حتى كذا وكذا، لا، وإنما قال حتى تردوا عليه الحوض، يعني حتى توفاكم الله سيروا على هذا النهج.